السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم بعض الاعدادات المهمة في تويتر. البعض يقول انا حسابي موقوف في تويتر، واذا بغيت ارسل لهم عشان يرجعون الحساب زي ما كان، خانة الايميل تكون فاضية وما فيها شيء، ولا اعرف شلون يعني اسجل الايميل في الفراغات يعني المطلوبة، يعني زي كذا راح تطلع لك الخيارات. هنا يقول لك الايميل يكون فاضي، طبعا هذا معناه انك انت مو مسوي تفعيل البريد الالكتروني الخاص في حسابك في تويتر. تدخل على حسابك في تويتر، طبعا الحساب هذا مو خاص فيني، انا سويته جديد زي ما انتم شايفين بس عشان الشرح. ندخل على الاعدادات، طبعا لازم تدخل على جهاز على حسابك عن طريق جهاز الكمبيوتر. ندخل على الاعدادات، من هنا تطلع لك هذه القائمة. هنا يقول لك الحساب، يقول لك البريد الالكتروني هنا فاضي، يقول لك تفحص بريدك الالكتروني اللي انت مسجل فيه عشان تأكد البريد الالكتروني. طبعا هذا الايميل اللي خاص بالحساب، وبرضه الايميل مو خاص فيني بس انا سويته عشان الشرح بس. تلقى تحصل رسالة مثل هذه، تفتح الرسالة تضغط على الرابط هذا وتسجل دخولك وراح يتفعل البريد الالكتروني. طيب في بعض الناس يقول لك انا حذفت الرسالة بالخطأ وما ادري وين راحت، يعني طريقة سهلة، ترجع للحساب نفسه طبعا عن طريق الكمبيوتر برضه، تضغط على إعادة إرسال التأكيد، أو من هنا إعادة إرسال التأكيد، يقول لك يرجى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني للحصول على كافة مميزات تويتر، تم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني. نضغط على إعادة إرسال التأكيد ونرجع. شوف زي ما أنتم شايفين وصلتنا رسالة ثانية من تويتر، ندخل عليها من هنا ونسجل دخولنا عشان يتم التفعيل. يقولك هنا تم تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني. خلاص الحين لما ندخل على الإعدادات نحصل البريد الإلكتروني موجود وما يحتاج نفعله ثاني مرة. خلاص في البعض يسأل يقول كيف أغير بريد الإلكتروني إذا بحط إيميل جديد، يعني غير الإيميل هذا، أو أكون يعني مثلا ناس الباسورد حق الإيميل أو كذا. الطريقة سهلة، مثلا تبي تحط إيميل جديد، مثلا أنا عندي إيميل ثاني بدل مو 66 33، نضغط هنا 33 أو نسجل الإيميل كامل. يعني هنا يقول لك هنا متاح، إذا قال لك متاح خلاص ننزل تحت هنا للأخير، نضغط حفظ التغييرات ونسجل الباسورد الخاص بتويتر. يقول تم إرسال رسالة لتأكيد عنوان بريدك الإلكتروني الجديد. نسجل خروجنا من الإيميل هذا. هنا يقول لك شعار، راح توصلكم رسالة هنا، أيوة تلقي تويتر طلبا لتغيير بريدك الإلكتروني. هذا الايميل اللي سجلناه جديد بنسوي له تأكيد. راح تحصلون رسالة هنا في البريد الإلكتروني، نفتحها ونضغط على الرابط. يقول لك هنا تم تأكيد بريدك الإلكتروني الجديد اللي هو 33. طيب البعض يسأل يقول أنا أبغير الباسورد الخاص بالحساب في تويتر. ندخل على الإعدادات،
في طريقتين لتغيير الباسورد. هنا يقولك تغيير كلمة المرور، هنا تسجل كلمة المرور القديمة، وهنا تسجل المرور كلمة المرور الجديدة، وهنا تعيد التأكيد لكلمة المرور. طبعا إذا سويتها من عن طريق التويتر نفسه يقول لك لازم تكون كلمة المرور من كلمة صعبة وفيها حروف. إذا تبيها بس أرقام، ويعني وأرقام تسلسلية كذا، ندخل على هذا الرابط. خلنا ننسخ اليوزر، ندخل على هذا الرابط راح أحط لكم تحت الفيديو. تسجل الإيميل هنا أو اليوزر الخاص فيك، الخاص بتويتر، يقول لك يبدو جيدا يعني صحيح اليوزر. نضغط على إرسال، يقولك لقد أرسلنا تعليمات إعادة تعيين كلمة المرور إلى بريدك الإلكتروني. ندخل على الإيميل ثاني مرة، يقولك هنا إعادة تعيين كلمة المرور. هنا يقول لك قم بنسخ الرابط او الضغط على الرابط، واذا انك يعني مو طالب اعادة تعيين يعني طنش الرسالة هذه. احنا طالبين اعادة تعيين، ندخل ثاني مرة، ويقول لك هنا سجل كلمة المرور الجديدة. وهنا نعيد كلمة المرور، نضغط على إرسال. يقولك تهانينا، تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك. طبعا برضو اللي بيغير اليوزر الخاص فيه نفس الطريقة، من هنا يقدر يكتب يوزر جديد، مثلا هنا يسجل أرقام أو يكتب يوزر جديد، يوزر جديد يعني مو مسجل في تويتر. إذا مسجل في تويتر يقول لك هذا مستخدم من قبل شخص آخر. إذا قال لك هنا متاح، ننزل تحت ونسجل الباسورد الخاص في تويتر. أخواني، أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بخدمتكم. إذا عجبك المقطع اضغط على لايك، إذا حاب توصلك مقاطع وشرحاتي اضغط على اشتراك. أشكركم على المتابعة، فأمان الله.